حق أسأل المسؤولين فقط إيش الهدف من هذه المشاركة؟ هل في أهداف؟ هل هذا المنتخب راح يساعد المنتخب الأول في التصفيات الآسيوية؟ أعتقد لو أتينا على أقل تقدير بالبدلاء يكون جاهزين للسيد هيرفي ريناد في التصفيات الآسيوية. إضافة إلى ثلاث مباريات، ثلاث تشكيلات، ثلاث طرق لعب، هذه لا يعطي أي هوية فنية. قادم أحلى عودتنا إن شاء الله في الدوحة وفي كأس العالم، إن شاء الله ندخل وإحنا رؤوسنا مرفوعة ومطانيخ كمان في نفس الوقت. أنا أبرهن وأكد وأتحدى كمان ليجينا إن شاء الله المرة الجاية، تشوف يا ليل يا عين، تشوف السعودي، تشوف الأخضر.